اهلا بحضراتكم من جديد ومتابعه لباقي فقرات برنامج الترند. يمكن طبعا فريق النادي الاهلي زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه وزي ما شفتوا معايا في اللقطات في طريقه دلوقتي الى مدينه طنجه للمبيت هناك استعدادا لمواجهه اوكلاند سيتي غدا. اكيد في بقى استعدادات مختلفه زي ما بنطمن على النادي الاهلي وازاي بيستعد للمباراه غدا. على الجانب الاخر الجامعه الملكيه المغربيه واللجنه المنظمه المحليه بالتعاون مع الاتحاد الدولي فيفا واللجنه المنظمه من الاتحاد الدولي في استعدادات مكثفه للتحضير لهذه البطوله، اختيار ملعب طنجه، اختيار ملعب مولاي عبد الله في الرباط، حفل الافتتاح بكره اكيد في مفاجات عديده، وحفل الافتتاح قد يكون في فقره لتكريم الاسطوره البرازيليه والنجم العالمي بيليه، رحل عن عالمنا بالتاكيد خلال الايام الماضيه واثناء منافسات كاس العالم فيفا قطر 2022، فبكره هيبقى اكيد في فقره مخصصه لتكريم رمز كبير جدا من اساطير الكره في العالم بيليه. هنشوف كل ده بالتاكيد بقى ونعرف ازاي المغرب بتستعد لهذا الحدث من خلال الزميل الاعلامي المغربي محمد كاردا اللي موجود حاليا دلوقتي معانا عبر الهاتف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير سعيد، مساء الخير، مساء الخير لمستمعي ومشاهدي قناه الاهلي وكل اشقاء المصريين، اهلا وسهلا ومرحبا، سعيد بالتواجد معك والتواصل معك يعني في الاثناء سعيد، اهلا وسهلا. زوين بزاف؟ امور بخير، كل شيء مزيان، كل شيء مزيان بزاف، كل شيء مزيان الحمد لله. طيب عايزين نطمن منك بقى على استعدادات المغرب لحفل الافتتاح، وبكره الملعب بيسعى لحوالي 60,000 متفرج، الحضور الجماهيري معلومات ان في جمهور كبير ان شاء الله هيكون موجود حفل الافتتاح، وكمان عندك مفاجآت بخصوص الانطلاقه في كاس العالم للانديه في المغرب سواء في طنجه او حتى الرباط. اذا محمد الاستعدادات على قدم وساق، العد التنازلي بدا، ترقب وانتظار هنا بالمغرب لضربه البدايه، اكيد ضربه البدايه ستكون من اقدام يعني بالمباراه التي ستجمع الفريق الاهلي واحد من اكبر الانديه على المستوى الافريقي، وايضا حضوره المتميز يعني في ثماني مناسبات يخوض مونديال الانديه الى جانب فريق اوكلاند سيتي، يعني بالمناسبه فريقين الاكثر حضورا في مونديال الانديه سيكونان في ضربه بدايه المونديالتو. اذا فريق الاهلي المصري اكيد سيكون مدعوم سعيد بجماهير المغربيه، لانه الحديث هنا الى جانب الدعم اللامشروط لفريق الوداد الرياضي بدرجه ثانيه، سيكون الدعم ايضا لفريق الاهلي المصري على اعتبار يعني العلاقات القويه التي تجمع الشعب المغربي والشعب المصري، وايضا الدعم لفريق الهلال الممثل الاخر لكره القدم العربيه. يعني الاخبار هنا في المغرب تقول بانه الاجواء ايجابيه بالنسبه لفريق الاهلي، باحد واحد من افخم المنتجعات، ظروف مواتيه، ترحاب كبير ببعثة فريق الأهلي الذي يقودها اسم كبير في عالم كرة القدم المصرية والإفريقية الكابتن محمود الخطيب. فريق الأهلي اختار تطوان لماذا؟ لأنه سبق أن واجه فريق المغرب التطواني واختار الإقامة هناك، يعني يعرف أجواء الإقامة الممتازة بمدينة تطوان. خوض آخر حصة تدريبية ستكون بمدينة تطوان. اخبار القادمه من طنجه تقول بانه يعني اداري واطر فريق الاهلي ستتاح لهم فرصه معاينه ملعب المواجهه، هذا ملعب طنجه الذي سيحتضن مباراه الافتتاح يوم غد، الى جانب ايضا مسؤولي فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي، يعني جوله تفقديه دون اجراء اي حصه تدريبيه على ارضيه المباراه. أؤكد لك سعيد بأن أرضية مباراة ملعب طنجة بجودة عالية جدا، تم إعادة صيانة مجموعة من مرافق هذا الملعب، رفع الطاقة الاستيعابية من 42,000 متفرج إلى أزيد من 65,000 متفرج. الأخبار القادمة بأنه كل التذاكر بعت يعني عن آخرها، حضور سيكون كبير جدا، بالنسبة لي الدعم الجماهيري المغربي سيكون حاضر في هذه المواجهة. بالنسبه لحفل الافتتاح سعيد، اكيد بانه كان هناك يعني نقول لو صح التعبير بس تجريبي للحفل الافتتاحي الذي لفه يعني كان في سريه يعني تامه، ولكن بعض الاخبار تقول بانه سيكون هناك احتفاء بواحد من اساطير كره القدم العالميه بيلي الذي رحل الى دار البقاء يعني قبل في وقت سابق. ايضا الحفل الافتتاح سيجسد التراث المغربي، الثقافه العربيه،
شوب اصطناعية احتفالية ستكون جميلة جدا على ملعب طنجة الذي يعتبر واحد من جواهر يعني الملاعب الجميلة جدا بالمغرب، إلى جانب الملعب الآخر بالرباط الذي سيحتضن أو سيحتضن باقي المباريات سعيد. أكيد. طيب الفولكلور المغربي أكيد هيكون ممثل في الحفل الافتتاح، أبرز الفنانين المغاربة أكيد هيكونوا موجودين في حفل الافتتاح. صحيح صحيح سعيد، تم العمل على إنتاج أغنية ستكون يعني مصاحبة لهذا المونديالتو، أغنية خاصة الفنان العالمي رضوان اللي شغل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، رضوان المغربي واحد من يعني الفنانين الكبار والذي عرف بإنتاج مجموعة من يعني من الأغاني منها شعار فريق ريال مدريد، رضوان هذا المغربي. ف يعني قبل أيام انطلق الاشتغال على أغنية لهذا المونديالتو، سيجمع فنانين مغاربة منهم ديزيدروس، أيضا تواجد ديال أسماء المنور، دوزي ومجموعة من الفنانين الآخرين. ستكون أيضا مفاجأة لهذا المنافسة، والأكيد تحدثت عن حفل افتتاح، فأكيد حفل افتتاح سيعرف أيضا استعراض الفني المغربي يعني من مجموعة من الجوانب سعيد. أكيد. زميلي العزيز محمد جردة الإعلامي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبصراحة حطتنا في قلب الحدث قبل لقاء الافتتاح وحفل الافتتاح بكرة إن شاء الله ب 24 ساعة. كل الشكر ليك على كل هذه المعلومات.